السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برمة. اليوم الدرس بتاعنا تكافؤ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية، يعني أي كسر عشري يكافئ كسر اعتيادي، أي كسر اعتيادي يكافئ كسر عشري، يعني ممكن نحول من الكسر العشري إلى الكسر الاعتيادي ومن الكسر الاعتيادي إلى الكسر العشري. عندما يدل الكسر الاعتيادي والكسر العشري على المقدار نفسه يقول إنهما متكافئان، يعني لما يكون الكسر العشري هو هو الكسر الاعتيادي يبقى الكسرين دول متكافئان، يعني نص وخمسة من عشرة، ربع، كم ربع؟ 25%، ثلاث أرباع، ثلاثة على أربعة، 75%. طيب اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري اللذين يعبران عن الجزء المظلل في الشكل المجاور، هو دول كم مربع؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، اربع مربعات، كم جزء مظلل منهم؟ ادي ربع، نص، ثلاث ارباع، يبقى ادي ربع، وادي ربع، وادي ربع، يبقى ربع زائد ربع زائد ربع ويساوي 3 على 4. طب 3 على 4 دي اللي هي 3 ارباع كام؟ خلي بالك 3 على 4 الأربعة دي هضربها في كام عشان تبقى 100؟ ما ينفعش طبعا نضربها في حاجة تطلع ب 10، يعني 100 ريال، 100 ريال عايز أوزعها على الأربعة، كل واحد ياخد كام ريال؟ 20؟ لا غلط، 25 ريال، يبقى هنضرب الأربعة دي في 25 تبقى 100، زي ما ضربنا الأربعة في 25 نضرب التلاتة في 25، 3 ضرب 5 كم أحسنت؟ 15، 5 ومعانا الواحد، 3 ضرب 2 ستة واحد سبعة، يبقى 75/100 وتساوي 75%، يبقى التلاتة على الأربعة تساوي 75%. طب ليه خليناها 100؟ عشان لازم نخلي المقام يا 10 يا 100 يا 1000، يا 10 يا 100 يا 1000، عشان يتحول الكسر عشري، يا إما 10 يا إما 100 يا إما 1000. إذا كانت 10 تبقى العلامة العشرية بعد رقم 1، إذا كانت 100 تبقى العلامة العشرية بعد رقمين، إذا كانت 1000 تبقى العلامة العشرية بعد 3 أرقام، يبقى كده ال 3 على 4 بقت 75/100. هنا 1 على 2 هنخلي ال 2 دي 10؟ نضرب في 5 ونضرب ال 1 في 5 يبقى في 1 ضرب 5 5، 2 ضرب 5 10 وتساوي 5/10. 1 على 4 نضرب ال 4 في كام تبقى 100؟ قلنا في 25، يبقى ال 4 في 25 وال 1 في 25 تبقى 25 على 100 تبقى 25/100. 2 على 4 نضرب ال 4 في كام؟ في 25، برافو احسنت، وال 2 في 25 2 في 25 50، 4 في 25 100 تبقى 50/100، وممكن تبقى ايه؟ 5/10، هي. طيب الأربعة برضه نضربها في 25 والتلاتة في 25 تبقى 75/100 وتساوي 75/100. طيب الخمسة نضربها في كام عشان تبقى 100؟ معانا 100 ريال هنوزعهم على 5 مش على الأربعة، على 5، كل طالب ياخد كام؟ 20 أحسنت، يبقى نضرب الخمسة ضرب 20 والواحد ضرب 20، 5 ضرب 20 ب 100، 1 ضرب 20 ب 20 تبقى 20/100. برضه الخمسة نضربها في 20 والاثنين في 20، 2 ضرب 20 احسنت 40، و5 ضرب 20 100 تساوي 40/100. ايوه ممكن تساوي 4 من
ممتاز. 3 × 5 نضرب فيه 20، وهنا نضرب فيه 20. 3 × 20 60، 60 × 100 وتساوي 60 من 100، وممكن 6 من 10. 4 × 5 هنا فيه 20. 4 × 20 80. 5 × 20 100، يبقى 80 من 100، وممكن تساوي 8 من 10. طيب اكتب كل كسر مما يأتي على صورة كسر 10. 6 على 10 يبقى 6 من 10. 6 على 100 طب ده رقم واحد، نحط 0 قبليها عشان لازم العلامة بعد رقمين، عشان ده على 100. قلنا لما يكون على 100 يبقى العلامة بعد رقمين، العلامة على 10 بعد رقمين، يبقى نحط 0 عشان يبقى رقمين، 6 من 100. طب لو كانت 6 من 1000 يبقى 3 أرقام، 0 ونحط العلامة على 10. أعد تدريج خط الأعداد فيما يلي مستعمل القصور العشرية المكافئة. هنا 0 خلاص، ربع 1 على 4، قلنا لو 1 على 4 دي تبقى كام؟ 25 من 100. 2 على 4 50 من 100. 3 على 4 75 من 100. 1 اللي هي من 100 من 100، وهنا 0 على 100، يبقى 0 من 100، 25 من 100، 50 من 100، 75 من 100، 100 على 100. يبقى كده أي عدد كسر اعتيادي نحوله لإيه؟ لكسر عشري. زي العدد ده هو 2 على 4، احنا قلناه هنضرب دي في كام؟ 25، ودي في 25، 2 × 25 50، 4 × 25 ب100، 50 على 100 ممكن تبقى 5 على 10 وتساوي 5 من 10. وكده الدرس بتاعنا النهاردة انتهى. عرفنا ازاي نحول من الكسر الاعتيادي الى الكسر العشري، او من الكسر العشري الى الكسر الاعتيادي. نحل الواجب بتاعنا تمرين صفحة 7 و8، صفحة 100، تمرين 7 و8 صفحة 169 كتاب الطالب. وأي استفسار احنا معاكم على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.